باسمي واسم كل طلبة جامعة بيرزيت نجدد العهد والوفاء للمقاومة الفلسطينية بكل ألوانها لمشروعها وسلاحها وقيادتها طريقاً ونهجاً للتحرير. نؤكد لكم زملائنا وزميلاتنا بأن مجلس الطلبة الذي انتخبتموه سيواصل عمله وبرامجه، وسيواصل الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته تجاهكم مهما كانت التضحيات ومهما اجتمعت علينا صنوف الأذى والتضييق. ونعدكم أن نبقى على عهدنا، عهد العلم والمقاومة والإبداع، وأن نكون عند حسن ظنكم، فخدمتكم هدفنا ورضوان الله غايتنا. ثالثاً، نقول للاحتلال المجرم وأعوانه: واهمون إذا ظننتم أن الاعتقالات والملاحقات والتضييقات سيوقف هدير الحركة الطلابية في جامعة الشهداء، وقد خبرتمونا من قبل، فقدمت بيرزيت وحركتها الطلابية خيرة شبابها شهداء، وقضوا أعمارهم خلف أسوار السجون ضريبة الانتماء لفلسطين والعمل لتحريرها، ومستعدون بإذن الله لتقديم المزيد، ولن نتراجع مهما كانت التضحيات. ختاماً، زملائنا زميلاتنا، مزيداً من الوحدة ورص الصفوف، ومزيداً من بذل الجهد في ساحات العمل الوطني والنقابي، ففلسطين وقدسها ومساجدها وكنائسها وصية الشهداء لنا جميعاً، فلتبقى بيرزيت وحركتها الطلابية منارة على طريق العمل من أجل فلسطين وتحريرها.